يقول أأتي لأأخذ والدتي من الحرم من أماكن النساء، وأحيانا تقع عيني على امرأة بدون قصد، أو قد ألامس جسد امرأة بدون قصد، فما هو الحكم؟ هل علي إثم في ذلك؟ ليس عليك إثم فيما لا تقصده، قال جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في نظر الفجأة: فإنما لك الأولى، يعني النظرة الأولى التي وقعت من غير قصد، وليست لك الثانية.